الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أيها المشاهدون والمشاهدات، حياكم الله وبياكم في حلقات تعنى بتصحيح التلاوة من كتاب الله عز وجل، حيث إن هناك مفردات قد يشكل عند البعض كيفية نطقها، أو قد تختلط القراءات بعضها ببعض. وهذا الموضوع هو من الأهمية بمكان لتعلقه بأعظم كتاب، ألا وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. قراءات الخميس الساعة 5:30 مساء على قناة الريان.